مساء الخير. احنا طلعنا لكم هلا لاعلى قمم العاصمه عمان تقريبا في منطقه تلال علي، نرتفع تقريبا عن سطح البحر حاليا حوالي 1100 متر عن سطح البحر. معنا طبعا فريق فورد ساعدونا نوصل لهي المنطقه، وطبعا احنا عم نستخدم اصلا سياره فورد رينجر اللي هي اصلا اسمها سوم رينجر. عم نحكي عن تساقط ثلوج كان كثيف قبل شوي، تراكمات عم نحكي تقريبا عن حوالي 20 سنتيمتر، والثلج طبعا ما زال يتساقط الثلوج في هذه المنطقة لكن الآن بشكل أخف مما كانت عليه قبل شوي. رح نستمر في جولتنا في أجزاء من العاصمة عمان، عم نحاول ناخذ أكثر فكرة عما يحدث طبعا باستخدام السيارة المجهزة اللي هي اسمها ستورم رينجر. زي ما انتم بتشوفوا هاي السيارة هي أعدت خصيصا لطقس العرب، والسيارة هاي طبعا مجهزة أيضا بمحطة رصد جوي. خلينا نروح نشوفهم مع بعض. هاي المحطة طلعت قبل شوي قراءات متدنية جدا وسرعة رياح كثير عالية. الآن المحطة من طبعا من الداخل تعطينا قراءات معينة. هذه المحطة احنا نذهب نقف ونرى اتجاه وسرعة الرياح، وكما نلاحظ يعني سرعة الرياح هدأت نوعا ما عما كانت عليه خلال الساعات الماضية، يعني كنا عم نشوف سرعة رياح كثير أعلى. الآن طبعا مجرد ما تساقطت الثلوج خفت سرعة الرياح وأصبحت أقل سرعة، لكن طبعا درجات حرارة جدا جدا متدنية. بشكل عام هاي هي الأجواء حاليا في منطقة تلال علي. طبعا حبيت أنوه بس شغلة كثير مهمة، إنه كثير من الطرق المؤدية لمنطقة تلال علي هي الفرعية منها مغلقة، فما بنصح أي حدا يطلع إلا بسيارات مجهزة، يعني مش إنه نشوفنا إحنا طلعنا فالكل يطلع. ممكن نشوف عم نشوف إنه معظم فقط السيارات المجهزة بتستطيع الوصول لهذه المناطق. وطبعا بكرر شكري أكيد لفريق فورد مرة ثانية اللي هو عم بيساعدنا بالوصول لهذه المناطق باستخدام اما سيارات فورد او بسيارة طقس العرب اللي هي اسمها ستورم رينجر. اكيد بجوز بس تخلص الثلج اكثر رح نحكي لكم عن هاي السيارة اللي هي مجهزة خصيصا لعمليات الرصد الجوي، هي الاولى من نوعها على فكرة في المملكة. نلتقي ان شاء الله معكم في مناطق اخرى. محمد الشاكر طقس العرب، الى اللقاء.